الرحمن الرحيم الاحكام الوضعيه جاريه في حق الصبي اما التكليفيه ففيها خلاف قسم من العلماء يرى ان الصبي تجري في حقه الاحكام التكليفيه لكن ليس الخمسه ثلاثه فقط هي الاستحباب والاباحه والكراهه يعني الصبي المبالغ لما يصير وقت صلاه الظهر زين ان يصلي صلاته شرعية لكن شو يعتبرها مستحبة شهر رمضان زين يصوم إيه سيد الخو يقول إيه خلي يصوم صيام شرعي لكن شينوي مستحب مو واجب عليه زين من يصلي نافلة الظهر شينوي هم ينويها مستحبه يعني صلاة الظهر ينويها مستحبة وصلاة ونافلة الظهر هم ينويها مستحبة المبالغ صيام شهر رجب وشهر شعبان ينويهم مستحب وصيام شهر رمضان هم ينوي مستحب لأنه مو بالغ المباحات مباحات في حقه هذا الولد المبالغ يشرب شاي شنو شرب الشاي بالنسبه له مباح حاله حال الكبير لا هو مستحب لا هو مكروه مباح زين المكروه مكروه بالنسبه له اي شيء مكروه بالنسبه للكبير مكروه بالنسبه لغير البالغ يتكلم في المرحاض اجلكم الله مكروه إذا مكروه شرب الماء واقفا ليلا إله مكروه زين حرام شلون؟ ماكو حرام بالنسبة إله إذا الولد المبالغ يجي يسأل العالم يقول له أنا حرام علي أستغي يقول له لا مو حرام حرام يعني بي عقوبة حرام علي مثلا أكذب لا لأنك مو بالغ لكن هاي كم مرة قلتها وأكررها مو معناه يخلوه على كيفه مو حرام بالنسبه له هو مو مكلف لكن لا يطلق له العنان يكون يؤدب الاكل والشرب الاكل والشرب يقدر ياكل يشرب لكن مو الاشياء الكبيره يعني مو ياكل لحم خنزير اجلكم الله يشرب خمر لا الحين اكو بعض الحلويات هي شويه جيلاتين اللي الكبار مثلا يجتنبوها هذا الولد لو يأكلها ما نقول لا تأكلها بالنسبة له ما فيها شيء هذا الكلام كله في المميز أما غير المميز حتى استحبابه كراهه ما في بالنسبة له الطفل اللي عمره سنتين ثلاثة شنو نقول مستحب تصلي أو مكروه تسوي فلان شيء هذا كله في المميز مميز يكون يعرف زين فاذا هذا رأي في الفقه ان الولد او البنت اللي مو بالغين لكن يميزون مر علينا قبل ليلتين ثلاثه شنو معنى التمييز هذولا ثلاث احكام تجري في حقهم استحباب كراهه اباحه أما وجوب حرمة لا هذا رأي ورأي ثاني يقول لا ولا حكم من هالخمسة المبالغ مو واجب عليه شيء ولا مستحب يجي يسأل يقول أنا مستحب أصوم شهر رجب نقول له لا أنت مو بالغ مستحب أصلي صلاة الظهر لا مو مستحب زين أسوي لو ما أسوي نقول له سوي تمرينا مرن روحك تعلم اما مستحب مكروه مباح ما فيه مجرد تمرين هذا هم رأي اذا الاحكام الخمسه تكليفيه وجوب حرمه استحباب كراهه اباحه هذه فيها رايان نجي للاحكام الوضعيه طاهر نجس ملكيه زوجيه ضمان ديه هالشكل امور تجري عليه إيه؟ هذه قايلين تجري عليه قسم منها جدا واضحة مسألة الطهارة والنجاسة الآن إذا واحد سأل قال هذا طفل إيده جرحة طلع منها دم إيده صار فيها دم تتنجس إيد الطفل يقول له إيه تتنجس يقول مو هذا صغير إذا صغير النجاسه والطهاره ما لها ارتباط بالعمر، اصلا ما لها ارتباط بالانسان ولا بالحيوان، حتى الجمادات الحايط اذا صار عليه دم يتنجس لو ما يتنجس؟ يتنجس، حايط، واحد يقول هذا ما يفتهم الحايط، اولا منو قال ما يفتهم؟ واما من شيء الا يسبح بحمده. ثانيا ليفتهم يتنجس لو ما يتنجس؟ يتنجس. ومن يغسلوه يطهر لو ما يطهر يطهر الطفل هو مو أسوأ حالة من الحائط إذا صار عليه شيء من النجاسات يتنجس بدنه يغسلوه يطهر إذا النجاسة والط... والطهارة اللي هي حكمان وضعيان قلنا البارحة عندنا خمس أحكام تكليفية هاي اللي تو قلناها قبل شوية بقية الأحكام النجاسة والطهارة هم أحكام شرعية من اللي قال هذا الشيء نجس وهذا طاهر الشرع قال الشرع اعتبر أشياء معينة نجسة واعتبر أشياء أخرى طاهرة هذه أحكام شرعية الطفل المبالغ حتى لو مو مميز الطهارة والنجاسة في حقه جاريان زين بالنسبة للزوجية شلون الزوجية هم ماشية أه الطفل يصير أبوه يعقد له مرة يصير ولد عمره عشر سنين 12 سنة لا أقل من هذا عم يصير أبوه شاف مصلحة يعقد له مرة البنية اللي مو مكملة تسع سنوات يصير ولي أمرها يزوجها يصير هذه إجماعية ما بيها روح تعال كل المذاهب وذاكرين في بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله ذاكرين أن النبي عقد عليها وكان عمرها ست سنين ودخل بها ولها تسع سنين هذه مسألة ما فيها نقاش ففي الزوجية أيضا يصير غير البالغ يصير زوج يقول هذا ابني متزوج يقول ابنك متزوج كم عمره هذا يقول عمره ست سنين شو متزوج منو زوجه يقول أنا زوجته الأب يزوجه ويدفع مهار يصير, يصير عنده مرة متأهل يقول هاي بنتي متزوجه نقول بابا هذه بنتك صغيره يقول ايه انا ولي امرها زوجتها طبعا الها ضوابط واحكام لكن بشكل عام نتكلم الملكيه شلون؟ الملكيه هم واضحه ما فيها اي نقاش الولد الصغير البنت الصغيره يملكون اي يملكون اذا الان واحد توفي ابو توفي وعنده أو اولاد وبنات كبار وصغار هذول الصغار يملكون يرثون اي يرثون وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذه هم اجماعيه الصغير يرث الصغير حتى لو عمره يوم اي حتى لو عمره ساعه اي ومر علينا في كتاب الارث انه اذا واحد توفي وزوجته حامل ينتظر اذا ولدت ياخذ ورث اذا خرج حيا من بطن امه يرث واذا مات في بطن امه لا شيء له كانت حامل بي ولدته خلص يرث حاله حال غيره فالصغير قابل للملكيه وقابل هم لسلب الملكيه عنه ابوه يشوف هذا الولد عنده فلوس عنده خمسين دينار مئة دينار محصلها من هنا وهناك أيدية هدية كذا الآن الولد يحن على أبوه يريد بايسيكل قاري يريد لعبة يشيل أبوه من فلوسه ويشتري له لعبة يصير يصير كانت الخمسين مالته راحت منه فالصغير قابل للملكية أيضا لا مستقلة ملكيته يملك ولهذا إذا توفي هذا الصغير يرثه أمه وأبوه لأبويه لكل واحد منهم السدس وأمه لها ثلث هنا لأن إذا ماكو إخوة حسب تفاصيل الإرث ملك ملك مستقل غايته ما يقدر يتصرف فيه ولأمره ليدير شؤونه مثل المجنون المجنون هم يملك أكو بعض المجانين يملكون أزيد من العقال بس ما يقدر يتصرف، ما يخلي ولي امره يتصرف بكيفه، لكن هو يملك. الاب والجد ابو الاب هما الوليان. يعني الجد ابو الاب مو ابو الام. زين، الملكيه هم ما فيها نقاش. هي القضيه راح ترتكز على بعض الموارد اللي شويه يصير بيها شبهه. قد ما تكون واضحه. واحد من الموارد قضية الديات الأطفال كثيرا ما يصير بينهم تدور بينهم معارك ضروس مثل الكبار الكبار هم تدور بينهم معارك بس عادة غالبا الكبار من يصير بينهم معركة تستمر سنتين ثلاثة محاكم وطلابة وقد ما يتحاشون الأطفال عقب ربع ساعة مو ربع ساعة عقب دقيقتين ينسون يتضارب وياه والدموع تسيل عقب شويه ينسون الاول والتالي يقومون يلعبون هاي الفرق بين الصغار والكبار الكبار قضيتهم طويله ذوله مختصره المهم فالاطفال يتضاربون بالاثناء قام ضربه لهذا طفل ضرب طفل ثاني صار وجهه احمر زين هذا في ديه الديه على منو على الطفل على الطفل اي على الطفل عضه عورة كسر لسن كسر إيده كسر رجله هاي الموارد اللي فيها ديات هذه الطفل هم تصير عليه دية يتصير عليه دية آه زي من يدفع عليه عليه هو الدية من فلوسه إذا عنده فلوس أبوه يشيل منها ويدفع لذاك يجي أبو ذاك المضروب الأبو هذا يقول له ابنك ضرب ابني لا شوف هاي ابني مدمة حالته حاله, حالة ابنه كشكل سوى فيه فاذا عند الولد اموال يشيل منه ابوه من امواله ويدفع حتى لو مو مميز اي حتى لو مو مميز عمره اربع خمس سنين ما يفتهم واذا هالمره مميز بعد اوضح عمره عشر سنين عشر سنه وزين هم الابو من يشيل الفلوس من يشيل من فلوسه يقول له شوف ضربته لهذا هاي من فلوسك شلنا وراح ندفع ينقهر ينقهر يقول له لا لي لا له من فلوس يقول له ادفع له حتى مره ثانيه لتسوي فعلا بعد يخاف يسوي يفكر بالفلوس راح تروح منه الدنانير مره مرتين يعني يسويها وياي يصير عاقل ينضبط نعم نفس الديه ايه ماكو فرق فتصير عليه ديه زين سؤال الذمه تنشغل يعني يكون هو الطفل مكلف مكلف الشرع يقول له يا ولد ادفع الشرع ما يقول له هذا ما عليه تكليف التكليف يجي للولي أيها الولي خذ من أموال الطفل وادفع سؤال هو هذا شلون نقول ذمتا شغلت بس هو مو مكلف يصير الشكل شيء نعم التكليف بالدفع واشتغال الذمه النسبه بينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في مورد ويفترقان في موردين. هاي شويه لا باس فيها، شويه نسولف فيها مساله العموم والخصوص من وجه. اكو اشياء النسبه بينها التباين يعني واحده ما لها ربط بالثاني. إذا واحد قال شنو النسبة بين هذه الاسطوانة وبين التليفون؟ ماكو نسبة. التليفون شيء والاسطوانة شيء ثاني. النسبة بينهما التباين. مثلاً. اكو أشياء النسبة بينهم عموم وخصوص مطلق، يعني واحد أعم من الثاني. نقول كل قماش خيوط. القماش من شنو يتركب؟ من خيوط. كل قماش خيوط. وليست وليس كل خيط قماشه اكو خيوط هاي خيوط البكره هذه قماش مو قماش الخيوط أعم والقماش اخص والمثال بالمنطق يجيبوه كل انسان حيوان حيوان ناطق طبعا وكثير من الناس ما يرضى يقولوا له الشكل بعد هذا هو بالمنطق يقولون اذا عنده اعتراض يروح يقولهم للمناطق ليش تقولون كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسانة الخروف مو انسان. والدجاج هم مو انسان. النسبة بين الانسان والحيوان عموم وخصوص مطلق. اكو شغلة ثالثة عموم وخصوص من وجه. مثل ايش؟ النسبة بين العالم والفاسق اجلكم الله. واحد يقول شنو النسبة بين العالم والفاسق؟ تقول له النسبة عموم وخصوص من وجه. رب عالم عادل هذا بعد ما له ربط بالفاسق اكو عالم عادل رب فاسق جاهل هذا ما له ربط بالعالم الفاسق اكو فاسق جاهل فاسق عالم واكو عالم عادل واكو عالم فاسق فالعالم العادل منها الصوب والفاسق الجاهل منها الصوب وين يجتمعون بالعالم الفاسق هم عالم هم فاسق اجتمع يصير ايه هل اكو ايه شو العالم شنو يعني العلم شيء والعدالة شيء ثاني هذاني شغلتين قد واحد جاهل عادل تلقون واحد جاهل ما يفتهم شيء لكن عادل يصير واحد يصلي وراه وقد تلقى عالم علامة الزمان أجلكم الله فاسق ما الارتباط العدالة شغلة والعلم شغلة ثانية هاي شغلتين منفصلتين زين نجي لمسالتنا اشتغال الذمه والتكليف بالدفع النسبه بينهم عموم وخصوص من وجه ممكن الانسان تكون ذمته مشغوله وواجب يدفع يعني يجتمعان مثل ايش واحد مطلوب فلوس للناس وعنده عنده هذا نقول له ذمتك مشغوله او واجب تدفع. اجتمعوا. ممكن واحد ذمته مشغوله بس مو واجب يدفع. منو؟ المعسر. معسر. واحد مطلوب للناس ذمته مشغوله لو مو مشغوله؟ مشغوله يقول ما عندي. نقول له ما عندك معذور. مو ملزم تدفع لكن ذمتك مشغوله، ذمتك ما فرغت. وممكن واحد لازم يدفع بس ذمته مو مشغولة مثل إيش مثل النذر إذا واحد نذر الشخص نذر له يعطيه شيء يعطيه عشر دنانير يعطي مئة دينار إذا انقضت حاجته وانقضت إذا كان مفتهم وصل له الخبر وقام إجا يركض نص الليل يقول له اسمعنا أنت ناذر لي فلوس وين فلوسي يقول له ما أعطيك فرضنا قال له ما أعطيك يقول له شو ما تعطيني يقول له عليك شنو تطلبني طلابه يقول واجب عليك، ايه واجب علي، تكليفا واجب، بس انت ما تطلبني، يعني ما صار بذمته شيء لذاك. ما يقدر يك... اذا مات ما يطلعون من وصيته من امواله ويدفعون. تكليف فقط، تكليف. الكفارات كلها من هذا القبيل. الديات الديات مو من هذا القبيل، الكفارات من هذا القبيل. إذا واحد راح للحج وقعد استظل استظل صار عليه شات هذه كفارة واجب يدفع واجب يدفع بس ما ذمته مو مشغولة مجرد حكم تكليفي أفطر بشهر رمضان عمدا عليه إطعام ستين مسكينة أو صيام شهرين أو عتق رقبة ذمته ما اشتغلت بشيء يوجد فقط حكم تكليفي أنا جبت مثال النذر حتى يصير واضح يعني كأنه من نقوله كل واحد يلتفت لهذه إذا واحد سألكم قال هذا فلان ناذر لفلان وما جاي يعطيه إلا حق يروح يشتكي عليه بالمخفر يوديه للنيابة يقول أنا ناذر لي وما جاء يعطيني ما حد يشكي وإذا ناذر لك هو واجب يدفع بس مو معناه تقدر السحبة توديه للمخفر تقول له ادفع لي مو مديون فاذا الطفل الطفل لما يسوي شغله يعور لواحد واحد يجرحه يخلي يصير احمر ازرق الدية تصير بذمته ذمته تنشغل زين واجب هو الطفل يدفع له مو واجب تكالي قلنا الاحكام التكليفيه وجوب الوجوب مو جاري الا في العبادات قايلين مستحب بعض العلماء الذمه شيء اعتباري العقلاء يعتبرونه يقولون فلان ذمته مشغولة ومن أحيانا يقولون فلان ذمته وسيعة شكبرها سيارة فلان كان غاصبها فلان بايك سيارة فلان يقولون هاي السيارة بذمته هاي كبرها ذمته اللي بيها سيارة وبايق له خمسين خروف يقولون خمسين خروف بذمته تتراكض يمين وشمال اي هاي الذمة زي يقولون ما تراونا هاي الذمة وينها مثل صندوق شبير الذمة شيء اعتباري العقلاء يعتبروه يقولون إيه بذمة فلان خمسين خروف لفلان وسيارة فلان وبيت فلان هم غاصبة بيت فلان هم بذمته إيه فعلًا الذمة إذا واحد قال وينها ما جاي نشوفها لتشوفها هو مو كل شيء نشاف أمر اعتباري فاشتغال الذمة شيء ووجوب والحكم التكليفي شيء آخر الطفل ذمته تنشغل بس هو مو مكلف ما يجي عليه تكليف ادفع أيها الطفل التكليف يتوجه الولية زين بالله الطفل ما عنده شلون ما عنده كثير من الأطفال ما عندهم وبالمناسبة كثير من الأطفال ليش ما عنده أمه وأبوه يأكلون اللي حصله يأخذوه فعلا بناءهم يصير هذولا كثير من الأطفال يحصلون أشياء من يولدون الناس يجون يجيبوا لهم ما أدري ملحف وكذا وأشياء مختلفة أحيانا تشيئة صغيرة من هالأشياء يقوم أبو يأخذها أو أمة تأ... أم الولد أو أم البنية تأخذها بناءهم يصير مع أنه ما يصير هذا ملكهم إذا يريد الأب يأخذ شيء يكون يضع قيمته في محله نعم يصير الأب يشيل من فلوس الطفل ويصرف عليه يصرف عليه مو يأخذها نفسه عموما الآن هذا الطفل دمته تنشغل إذا عنده الأب يأخذ ما عنده الأب مسؤول لا مو مسؤول مو مسؤول يقول له هذا ابنك ضرب ابني يقول له ايه ضربه شو اسوي له؟ يقول له جيب ديه يقول ما عنده ما عنده مفلس كأبي منين منين يجيب لك؟ يقول زين انت عندك فرضنا ابوه مو مفلس عنده يقول انا شو يخصني شو انا ضربت ابنك انا لا مسيته ولا لي شغل فيه وابني هم ما عنده زين وتالي شلون؟ الديه وين تروح؟ ما تروح تبقى بذمه ابني ابد الابدين ودهر الداهرين بذمته صارت الديه الى ان يكبر يمكن قبل ما يكبر يحصل بعد كم يوم يمكن يحصل شيء ما حصل الى ان يبلغ يشتغل يحصل روح اخذ منه الان ما عنده مو ملزم الاب مو ملزم ان يدفع لكن تنشغل ذمه الطفل وكثير بالمناسبه كثير من ذمم الاطفال ترى تنشغل وحده بهاي قضيه الضرب وامثاله وقسم منهم يروح يسرق اجلكم الله يروح للمحل شو يسرق هو طفل بس يسرق بالنتيجة شغلات مختصرة يروح البقالة مثلا يبوق له حلاوة ما عنده خمسين فلس يشتري يشيل الكاكاو ويطلع برا وياكله بطل بيبسي ياخذه ويطلع يشربه هاي ذمته شغلت من يكبر إذا يتذكر يكون يروح لذيش البقالة يقول لهم ترى أنا أخذت منكم كاكاو حلاوة كثر يدفع لهم ذمته مشغولة هنا بعد شوية حكي فيها خلوه باشر إن شاء الله وصلى <applause> الله